لم تخرج إسرائيل من صدمتها بعد جراء عملية طوفان الأقصى التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي حتى الآن، فإسرائيل لا زالت مستمرة باتخاذ القرارات الاستثنائية والتاريخية بعد العملية المؤلمة التي نفذتها حماس في مستوطناتها ومقراتها العسكرية، وهي للمرة الأولى تعلن الحرب منذ العام 1973، وللمرة الأولى أيضاً التي تشكل بها حكومة حرب منذ سنوات عديدة. فرئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن أمس عن تشكيل مجلس وزراء لإدارة الحرب مع المعارضة الإسرائيلية مؤلفة من 3 أعضاء هم نتنياهو ويؤاف جالانت وبني جانتس كوزيرين للحرب. فمتى آخر مرة شكلت إسرائيل هكذا نوع من الحكومات؟ لم يتم تشكيل حكومة حرب بهذا المعنى، يعني الحكومة الطوارئ الوطنية أو حكومة الوحدة الوطنية حصلت في المرة الأخيرة عام 1983 عندما يعني حصلت استقالة وزير الحرب أرييل شارون بعد اجتياح لبنان، وتم الخروج من يعني باتفاق بين حزب العمل وحزب الليكود على أن يتولى إسحاق شمير و إسحاق رابين حكومة برأسين، يعني حكومة بالتداول بينهما، وكانت حكومة وحدة وطنية بعد الصدمة الكبيرة التي تعرض لها الاحتلال بعد اجتياح لبنان عام 1982. تنتهج إسرائيل سياسة تصعيدية غير مسبوقة، فماذا يعني تشكيل هذه الحكومة؟ وهل يؤشر ذلك إلى أن دخول إسرائيل براً إلى غزة قد حسم؟ تشكل عادة هذه الأشكال من الطواقم في حالات الطوارئ، في حالات مواجهة العمليات الكبرى في إدارة حرب كالتي تحصل حاليا. هذا شكل من يعني من القيادة التي تتولى إدارة الحرب ربما يعني لم يكن مسبوقا بهذا الشكل. هناك ضوء أخضر لإسرائيل لتفعل ما تشاء، لكن هذه المسألة ضمن سقف زمني محدد وضمن سقف أهداف محدد. لا يبدو أن من السهل على إسرائيل تحقيق هذه الأهداف، خصوصا الشعار المعلن بالقضاء على حركة حماس وتصفيتها. هناك معضلة ومشكلة كبيرة في أي اجتياح بري لقطاع غزة، المسألة مكلفة جدا، الخسائر ستكون مضاعفة حاليا، وهذه المسألة سيكون لها انعكاسات كبيرة على المستوى الداخلي الصهيوني. بحسب حجازي فإن قرار تشكيل حكومة الحرب نابع من هدف سياسي لنتنياهو، فما هو؟ البعد السياسي حقيقة ليس بعيد عن هذه المسألة، لأن بنيامين نتنياهو كان بحاجة للمعارضة لتحضر معه في إدارة المعركة، ووفق التقديرات الإسرائيلية لسبب واحد، حتى لا يتحمل نتائج الإخفاق في حال يعني اتهم بالإخفاق أو الهزيمة في المستقبل، إنما يريد تحصين نفسه على المستوى السياسي وعلى مستوى الرأي. إذن تتعقد الأمور في غزة أكثر فأكثر، والحرب المشتعلة هناك تلقي بأثقالها على منطقة الشرق الأوسط ومنها لبنان، وسط ترقب بإمكانية تنفيذ إسرائيل تهديداتها بدخول غزة براً. فهل تفعلها إسرائيل؟ هذا ما سيتضح لنا في الساعات المقبلة.